هاد يعرف ذا. ارحب يا الصرف. يا مرحبا. طيب. عبد الرحمن. لبي. يا مرحبا وسهلا. يا هلا وسهلا. عبد الرحمن. السؤال ابغى جواب. لبي. ليه يوم دخلت اول برنامج هنا كأنك شايف نفسك يعني كذا كأنك يعني تقول زي مشهور وكذا يعني هل يعني عشانك داخل برنامج قبل البرنامج ده او لا؟ جاوب الصراحة. الصراحة والله ما كنت اشوف اني شايف نفسي لكن كنت جالس ادرس الناس اللي معي، ما كنت اعطي كل وجه عشان ما كنت اعرفه شخصيا. ايه؟ الان صرت اعرفكم عاشرتكم عرفت انتم على ايش فبس. وش اللي استفدنا من النسخة يا؟ والله الاستفادة الكبيرة من النسخة معرفتكم انتم من الشام. شهد علي الله اني كسبت 26 اخ عبد الله بن عبد الرحمن في هذه النسخة. كلهم كسبتهم؟ 26 اخ. كلهم؟ 26 اخ. الله يسعدك يا اخوي. الله يطول عمرك. الله يوفقك ويخليك بعض لنا ولاخوانك. الله يقعدني بك. منو الفقرة اللي ما ارتحت لها؟ فقرة ما هي عجبتني؟ النجاة. بعد انت تدري ان اخوي عدي تدري؟ يعني انت علقت انا ما اسقط على المقدم اسقط على الفقره. الفقره بس؟ نعم فقره ما عجبتني. حلو. ومن هو الشخص اللي ما ارتحت له؟ شباب ولا؟ عادي مقدمي شباب. خليك صريح. مقدمين ما في احد صدق. حلو. فقره ما ارتحت لها؟ كيف يعني؟ ما ارتحت لرايها. ما في صراحة لكن الفقرة اللي ما نرتاح فيها دائما هي البراي. صدق. حلو. لازم اعطيك بعد. ايش بعد؟ هل توقعت انك توصل لل 90 يا عبد الله عبد الرحمن؟ والله مو غرور ولا كبر لكن والله اني توقعت. تتشاوي نفسك. ترى بالعكس سألتك السؤال هذا ابغى اشوف انت. ما له علاقة. فمن السؤال هذا اكتشفت انك كذا تقول شايف نفسك شوي. ما لا صح ولا لا يا عبد الله؟ لو ما في نجوم معك هنا؟ الا كلهم نجوم. انا نجم. كيف كلهم نجوم؟ وانت تقول متاكد اني وصلت 90. انا نجم. اذكرهم النجوم طيب. كلهم. ما في كلهم. كل من دخل نسخه مراجل نجم. انت كذا يطلع وتطيح ردد الدبلوماسي. كل من دخل النسخه نجم لكن الحظ ما كان محالف انه يستمر. انا الحمد لله الحظ حالفني. كذا يعني؟ ايه. اوكي. طيب قوم اطبخ انت. شو اطبخك شو يعني؟ ما قدرت تحشر لي صح صح؟ ما لاني ما ابغى احشك تدري ليه؟ ليه؟ لما يطعني قلبي. الله يجزاك. اني احشر لاخواني ولا والله اني اعرف علومكم كلها. والله اني اعرف علومكم واحد واحد. اسمع لا حد يحشر لي واحد. لك ابو ماجد ما مسك جوال. ها؟ يكذب ابو ماجد ما مسك جوال يعني تحطني انت. جابني سالم باعك يا سالم. يا اخوي راين تفضل طال عمرك. ممكن حياك ها؟ ابيعك انا يا سالم ها؟ ابيعك. يقول ممكن ما مسك جواله ممكن اللي